أو توجيهات البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة وحسب لا ديسبونيبيليتي تاع اللقاح. حنا في الحقيقة كما تداولته مصالح وسائل الإعلام هي الدرجة الأولى هي قطاع الصحة ثم فئة أشخاص ذات كما يقولوا هشاشة سنسيب ومن بعد حنا اون بو دير اون تروازيام ليو. حنا كنا سباقين بالنسبة للفاكسان أنتي غريبال وين قمنا بالعملية والطبيب راه حنايا وين بدينا بصحاب الأمراض المزمنة و لو بيرسونيل آجي بلوس دو 50 أون. وبالنسبة لهذاك يبقى في الانتظار ماهوش أنا اللي نقرر ولكن كاين بروتوكول ميديكال تعتمدو الوصاية اللجنة الوطنية واللجنة الولائية. حنا كي يعطونا الحصة نتاعنا بالتأكيد عندنا في لا ميديسين ترافاي طب العمل كيما يقولوا عندنا فيشي تاع بيرسونيل اللي راه عنده بوست اميناجي ولا عنده أمراض مزمنة. هذا وباء كورونا خلال سنة منذ ظهوره في شهر فبراير أو بداية مارس مس 71 فردا من أعوان الحمية المدنية في ولاية شلف، منها حالة واحدة حالة وفاة يتعلق الأمر بالطبيب رتبة رائد المرحوم فلاك، و 8 حالات مؤكدة، والباقي أي 62 حالة عبارة عن حالات مشبوهة وتعافوا مباشرة. هذا العدد يمثل 5.71% من تعداد العام، لأن طبيعة العمل تاع العون ماهوش يخدم 24 ساعة داخل الواحد، يخدم 24 ويستراح يرتاح 48 ساعة، 48 ساعة ماهوش مجبر يبقى في البيت تاعو، راه مواطن جزائري يروح للسوق يروح للمؤسسة المستقبلية للجمهور وبالتالي يتعرض لهذا الوباء، ولا واحد راه في منأى، راهم كما يقولوا مسؤولين كبار ودي بروفيسور في الصحة وتوفى، ولا واحد راه في منأى، أئمة توفى، لاعب كرة قدم توفى، كما يقولوا مسؤولين كبار في هرم الشرطة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.